تمام أول رسالة. شواري لطيف كنا احنا نساو احترامي مدام. اهلا وسهلا. انا الملازم دعدش ابو الفضل دعدش ملازم اول وحضرتها سندي الرقيب قهوشي. تشرفنا. خير. ما بعرف إذا كان حضرتكم يعني دريتوا أو قريتوا أو سمعتوا إنه حوادث السطو عم تكثر. يظهر فايت حرامي لعند الجيران؟ لا مدام ما حصل لهلا. مو حضرتكم كنتوا عندهم؟ أي نعم كنا عندهم لكن يعني مجرد تدابير احترازية من باب الطمأنينة حرصا على أمان المواطنين الشرفاء. مثل حضرتكم يعني. شكرا. فلذلك يعني اذا ما عندكيش مانع تسمحي لنا نطلع على استعدادات البيت ضد حوادث السطو. تفضلوا. يلا تفضل حضره الرقيب تفضل. سكر الباب ولا خليه مفتوح حضره الملازم؟ يعني اذا ما عندكيش مانع سكري بدنا نشوف اذا كان اغلاقه محكم ولا مش محكم. عن اذنك بصراحة بقول لك الباب ما بيطمنش. ليش؟ عم بيلق واللق مش حلو. هذا بيقول لك لقلوق أو واحد قليل الأدب بيقولوا لقوا الصرماي. ليش؟ لأنه في فضاوي. بهالفضاوي أي حرامي بيقدر يحط حديدة ويقرصه هيك بيفتح. دائما بقول له خلينا نركب له قفل 6 طقات. بسبع طقات. 7 ولسانين. ما بعرف بيقول لي باب الحديد تحت مقفول وما بيفتح غير على الانترفون. ولو كان لانه كثير من الاحيان بيجي حدا بدق لك بيقول لك انا جاي لعند الجيران عم دق لهم ومش عم يسمعوني. افتحي لي اعملي معروف. انت من طيبه قلبك بتفتحي لي. بتصير معي كثير بيقولوا لي لعند الجيران بفتح لهم وبجوز يكون حرامي. لذلك دخيل عينك لتأخذينيش عم كثر من هودي اللي ذلكات بس مشان مصلحتكم يعني. لذلك بتفتحيش لحدا على الانترفون إلا إذا كان بتعرفوا وجاي لعندكم. عندك حق. لكن كيف صار احتلال الروضة؟ خدعة مثل خدعة الانترفون سجلية هذه. لذلك بتحطولي على الباب قفلين كل قفل بلسانين. لساني متريس فوق لساني متريس تحت. على هالدرف قفل وعلى هالدرف قفل. ما بيكفي قفل واحد؟ لا ما بكفيش. ما بكفيش يا اختي. ليش؟ لانه اذا حاطين لنفرض يعني حاطين على هالدرف قفل بجوز يخلع الثانيه. عم تحكي درار. اختصاص امن من كرواتي هذه اللي وصلت لنصف نهائي وطلعت الثالثه. بعدين عملت دوره تدريبيه باليمن. سجلي لي القفل. قفلين كل قفل 7 طقات بلسانين. سجلت حضرة الملازم بس ما قلت لها على موضوع المفتاح. أنا مفتاح؟ أكيد عاملين أكثر من مفتاح للبيت. إيه 3 مفاتيح. لذلك على فرض يعني إنه ضاع مفتاح ثورا بتغيروا لي الجوزي. شو هاي الجوزة؟ قلتي لي شو هي الجوزي؟ هذه الجوزي لب القفل يعني مع مفاتيح جديدة. لانه ساعتها اذا وقع المفتاح القديم بايد حدا بيفتحش بيشتغلش على الجوزي الجديده والباب بضل مقفول. الله لا يقفلها بوش مخلوق. ياما منضوع مفاتيح وما بننتبه لهالناحيه. اصبح بتغيروا لي الجوزي. اكتبي تغيير جوزه الباب بين قوسين لب القفل. يا عمي قوسين قوس هيك وقوس هيك. نضل نعلمكم لب القفل. دمشق إلى 7 أبواب. فكرك ليش خالد بن الوليد اختار الباب الشرقي لا يدخل ويحتل دمشق؟ لأنه جوزة الباب الشرقي إلى 100 مفتاح. سجلتي قفلين 7 طقات؟ سجلت. وكرمال المدام بعد زيدي طقة. زيدي طقة لقلك. إسا خلصت بموضوع الباب. بيصفى نعرف وين وبأنه غرف يعني بتحطوا أشياء كل الثمينة. ثمينة مثل شو؟
معروف مبدأ السطو، خفيف الوزن غالي الثمن. يعني بدك تقولي مثل يعني مصاري مصاغ وحلي أوراق هامة مستندات. ما في غير غرفة النوم بحط فيها مصاغي، ودفاتر جوزي وأوراقه بحطها بهالدروج، شي هون وشي هون. أصبح حضرة الرقيب فوت مع المدام على غرفة النوم، لأنه أنا كرجل ما بيجوز ادخل لغرف المحصنات. تفضلي. تفضلي تفضلي، يلا بسرعة لشوف. هتتلقسيش. في شيء يعني أيتها ملاحظات؟ المصاغ حاططه بصندوق عادي بينقفل لكن سهل حمله. لك هلا بديش يعني فلسفات ولا تعب، بيقفل ما بيقفلش، بينعمل ما بينعملش، بدي مقترحات عملية. في ورا الخزانة خلعة ممكن ينعمل لباب سري. وهالخلعة هذه تسع صندوق حديد؟ أكيد. أصبح تشتروا صندوق حديد بتحطوا فيه المصاغ وبتحطوه بالخلعة وبتعملوا له باب سري، ثم تشتروا صندوق حديد. صندوق تاني؟ لا صندوق واحد. مدري ليش برم الحكي معي. عالتعب حضرة الملازم عالتعب، يعطيك العافية. الله يعافيكي. الصندوق الحالي بقصد بتحطي فيه صيغة كذابية وبتتحشيه بيتم الخزانة. عم سجي. برافو عليك، عرفتي كيف؟ هيك شو اللي بده يصير هلق. الحرامي لما بيجي بيلاقي بوشه الصندوق اللي فيه الكذابة بياخده وبيمشي وبكفيكم شره بدون ما يبحبش هون وهون. صح. أمس قريت بالمجلة عن وحدة بتلبس صيغة فالصة والحقيقي حاططه بالبنك. هذه بدها تكون الأميرة كاترين دونوف. وين غرفة المكتب؟ ما في عنا غرفة مكتب، جوزي بيشتغل غرفة الأكل لأنه بيحب يأكل هو عم يشتغل. لكان الله يخليكي من بعد لطفك، وإذا بتأذني يعني دلية على غرفة الأكل خليها تاكلنا نقمي. كي برمت معي خليها تعمل لها يعني برمة أمنية بقصد. تفضلي. بسرعة يا بنتي تلقسنا. يا مدام كان في خاطرك شوي؟ نعم. هلا هذا الأباجور وكل أباجورات البيت يدوي ولا كهرباء؟ لا على الكهرباء، كل شيء عنا على الكهرباء. ولما بتنقطع الكهرباء بتشغلوه على الإيد؟ طبعا إلو هي اللي بيبرموها. ها أكيد عاملينه 220. والله هي ما بعرف. لا 220 أنا بعرف، فازين حامي وإرث. بتمنى يا غانمي إنه ما تنسليش موضوع الانترفون. ها لا خلاص معك حق بالمية مية. وإذا السيولة متوفرة ركبوا كاميرا بكون أحسن. إيه من دق الجرس تحت شفتوه فوق. تفضلي قايلي إختي ليش واقفة، اعتبري البيت بيتك. تفضل. الحمد لله السيولة الله مقنعي. تعرفي يا أختي شاغل بالي هالبلكون هذا حدا يقفز من فوق.
نحن طابق رابع، منين بده يقفز؟ من على الأسطوح بينطوا. على كل حال هلا منتأكد من باب الأسطوح. دائما فلتان. أبي سرج، هذا اسمه فلتان أمني. باعتباركم الطابق الأخير لازم تقفلوه وخلوا المفتاح معكم، وأي حدا من الجوار بده إياه بياخذ المفتاح، بيفتح بيقضي حاجته، ساتلايت وغيره سواته بيقفل بيرجع لكم المفتاح. عرفتي كيف يا أختي؟ والله كل اللي عم تحكيه ضروري. على كل حال أنا معتاد يعني أبحكيش إلا الضروري الضروري. سبحان الله على الأهدي. كيف شفتي يا بنتي؟ كله تمام. نعم بس في دروج كتير بفضل يحطولها قفولة إذا فيها شي مهم، وسجلتها. ما في شي مهم، كل أوراق ودفاتر. أعطيني هالرشيد لشوف. الله يرضى عليكي، بتشوفولي شي صيدلية مناوبة؟ صيدلية؟ عفوا، المشكلة أنا قبل ما أدخل كلية الشرطة كنت في كلية الطب، وبعد آخذي على لساني يعني. عم أقول لحالي. تفضل. وهلق يعني نستأذن، ومع شكري العميق والغميق كمان لحسن استقبالك وكرم ضيافتك وحسن تعاونك، ها بتمنى كل الملاحظات المدونة أدنى تتنفذ. من اليوم بدي خليه يركب لي قفولة سبع طقات. تصوري مشان قنيني تغاز قتلوا اختيارة بحارة المسلخ. يا لطيف. لكان مو يا لطيف، يعني لو القنيني فقعت فيها منقول إهمال وقضاء وقدر. على كل شكراً إنه عم تهتموا بأمن المواطن. هذا واجبنا. على كل حال يا مدام، إذا شكيتي بحدا فوراً تتصلي بالرقيب قهوجي على الطوارئ، بيجيكي هو وثلي أمنية. كتر خيركم. شوف يا حضرة الرقيب الله يرضى عليك، إذا المدام اتصلت أبتجيبش ثلي أمنية، بتجيب له ثلتين أمنيات تكرم عينك. مستأذن. الله معكم. سألنا خاطرك. مع الألف سلامة. على فكرة في كتير محتالين بينتحلوا صفة أمنية ليتسللوا على بيوت ويسرقوا، لذلك انتبهي لذلك. لذلك أي حدا بيقلك أنا آمن قليلوا المهمة. وبلكي ما اعطاني اياها؟ تتصلي بالرقيب قهوجي فورا على طوارئ الكهرباء. وانا كثير زعلت منك يا ملامة لانك ما طلبتيش المهمه قبل ما تسمحي لنا بالدخول. لا باين عليكم مو شيء احتياج. كثر خيرك. يلا حضره الرقيب نطلع على باب السطح لنشوف دخيل عينك سطحكم فوق ولا تحت. ليش في اسطوح تحت؟ طبعا باليمن اسطيح تحت، بكرواتيا اسطيح فوق. لا صور الحاكم فوق. تفضل اللي شوف. يا رب. يا مغيث